سأحاول طبعا في البداية أن أجيب على بعض الأسئلة يعني الواردة من جنابكم، وثم ندخل على المواضيع التقليدية. طبعا في بعض الأسئلة متشابهة، يعني شفت على اليوتيوب، على الفيسبوك، وهنا على الصفحة. حول يعني ما يشاع عن مخاطر انه الرهان على امكانيه ضربه لسوريا وتقدم على الجبهه السوريه، الاتراك ينتظرون، الاسرائيليون ربما يعدون لنا ما هو اسوأ. طيب بطاريات الفاد، هلا رح نحكي عنها لحال الى قسم، هي بطاريات الفاد يعني الى حكايه، فرح نتناولها لحالها. لكن تعالوا لنأخذ القسم الآخر، يعني الجيش الإسرائيلي الآن كان حاطط 6 فرق على جبهة لبنان، حرك الجبالية اضطر يسحب فرقتين، رجع هلأ جاب فرقة. يعني خلونا نتفق على شيء، هذا مش سوبرمان، يعني هذا الجيش عنده طاقة بشرية، والطاقة البشرية كمان عندها قدرة على القتال مثل كل البشر، يعني إلهم سنة عم بيقاتلوا بدون راحة، اضطروا يجيبوا الفرقة هلأ أخيرا لياخذوا جبهة مزارع شبعة ومن جهة الجولان. هاي حدود القدرة على توظيف الجبهة السورية، عنده قدرة بشرية وعسكرية ومدرعات الآن يدخل فيها على معركة بسوريا. طيب المعركة بسوريا حد أدنى بده 4 5 فرق ليروح يفوت على مناطق بحجم الاتساع الجغرافي للسويدة ودرعا والقنيطرة، ويصير على أطراف دمشق. يعني شوي نحن ما نخلي الهلع هيك يعني اللعب فينا وبأعصابنا من خلال أكاذيب الحرب النفسية. هذا الجيش بجبهة الجنوب مش قادر يقوم، يعني بجبهة غزة ما قادر يخلص، يعني فهو طاقة نارية، أي لذلك هو يستخدم الطاقة النارية. إذا حدا قال لي ممكن يزيد الغارات على سوريا، بقول له ممكن، بس إنه يعمل عمل عسكري بري على سوريا وبلبنان وبغزة، هو لبنان وغزة ما قدر يجمعهم سوا، يعني لا يقدر يقاتل على جبهة لبنان بيجيبهم من غزة، لا يرجع يرتب وضعه بجبهة غزة بياخذهم من لبنان، رجع بده إياهم بجبهة لبنان. يعني هذا وضع أنا رأيي بأي مقياس عسكري هو علامة على الإفلاس، هذا جيش عاجز عن أن ينجز. وعلى كل حال هاي جبهة الجنوب تقول لكم حقائق قدرة هذا الجيش الإسرائيلي، هذا جيش ما في جيش نظامي بيبقى 15 يوم عم بدق راسه بجبهة ما بيقدر يتقدم فيها 1 كيلومتر، وعنده كل هالطاقة النارية عم يعمل 20 و30 غارة على نفس النقطة، مثلث صربين الأوزح عيط الشعب صار قصفه 30 مرة بساعة وما عم يقدر يعمل تقدم. فبالتالي يعني كمان نحن ناخذ شوية معنويات من هالمقاومة التي تثبت جدارة وتثبت أهلية بغزة، الناس عم تنحرق بالخيم، ورغم ذلك بالميدان، بالميدان اللي هو المهم بيقتل المدنيين بالقصف. هاي قوة إسرائيل خلاص. يعني أي حدا اليوم بده يناقش ما هي قوة إسرائيل، هي سلاح جو مجرم متوحش بلا معايير حربية، ما عم بحكي أخلاق، لأنه بالمعايير الحربية هو جيش فاشل، هذا سنة وهو يقاتل بنية مثل بنية حماس محاصرة 15 سنة و18 سنة وعددها محدود وإمكاني وجغرافيا مسطحة وإمكانيات عسكرية ضيقة جدا، ورغم ذلك سنة لا يستطيع أن يفرض سيطرة، وجاي بده يفوت على الجنوب وبده يعمل وبصير يتفلسف علينا نريد منطقة عازلة ونريد إلى ما وراء الليطاني ونريد حتى التدخل. طيب شرف يعني انتزعهم، إذا عندك القدرة انتزعهم فرضهم لنشوف. لذلك شيلوا هالموضوع من البال. حتى الأتراك شو بيعملوا بسوريا الأتراك، يعني أي شو فيهم يساووا؟ هن بإدلب بيروحوا بيتوسعوا على حلب، ليش ما كانوا بحلب؟ يعني هن فاتوا على حلب والله ما فاتوا، واخذوها والله ما اخذوها، كيف استرجعت منهم حلب؟ لذلك انه شوي خلي القسد وتصاعد قسد، اي شو بتعمل قسد يعني؟ وداعش وتصاعد داعش. اللي يعني عم يطرح الاسئله شوي يهدي اعصابه ويسال انه معقول اقبل انا يطعمني الحج والناس راجعه؟ يعني انه عم بحكي قسد
فعلت أقصى ما تستطيع، وداعش فعل أقصى ما يستطيع، والأتراك فعلوا أقصى ما يستطيعون. هو هن حدود قدرتهم يعملوا بسوريا. السؤال هو سوريا تستطيع أن تنهي أن تحسم؟ بقبل نقاش فيه. شو ناطرين لنعمل؟ عظيم، بنناقش ليش ناطرين لنعمل، لكن القلق من أنهم هم قادرون على العودة لاسترداد العزيمة والتقدم والهجوم بناء على شو؟ بناء على شو؟ بكل مناخ التعبئة اللي انعمل في سنوات الحرب، وجمعوا الناس من كل أنحاء الدنيا، وكان الحدث الأول في العالم هو سوريا. اليوم الحدث الأول في العالم هو فلسطين. حتى عند التيارات الإسلامية قدرة القاعدة وداعش على التعبئة الآن للقتال في سوريا مثل قدرتهم قبل 5 سنين و7 سنين؟ أكيد لا، لأنه في حالة معنوية نفسية إعلامية هي التي تفرض، هي التي تعرض نفسها. اليوم مين في يقول الأولوية هي الحرب في سوريا؟ مين إنه اليوم بيطلع بيعمل نداء هلموا للتعبئة من أجل أن نقاتل دفاعا عن المسلمين في سوريا؟ كيف الحكي؟ يعني أبسط ما سيقال له وفلسطين يا ابن الحرام. لذلك يعني بدنا نروق على حالنا وما نترك التلاعب فينا لما يرمى بالكلام التافه والسخيف والمريض واللي بيعبر عن يعني حالات من اللاوعي واللا عقل واللا منطق. اليوم السؤال هو ببساطة، الإسرائيلي هل يستطيع أن يحقق تقدما في جنوب لبنان؟ والله بتقلي إذا سقط الجنوب بيد الجيش الإسرائيلي تنفتح شهيته على إيه؟ بصير قادر بهاي القوات اللي اخذ فيها بيجيب الاحتياط بيقعدوا ساعتها بالجنوب وبياخذ الفرق المقاتله على سوريا وبيعمل مظبوط، بس وهو يفشل في جنوب لبنان بده يقدر يعمل شيء ثاني؟ كيف؟ كيف؟ لذلك اللي بده يعطي معنويات للجيش الاسرائيلي بصير يخترع له بطولات. خلونا نحط هذا على جنب، نحن ولا مره استخفينا بقدره الجيش الاسرائيلي، لكن حيث هو قوي بالتجربة العملية الحسية الملموسة، عم نحكي بتجربة احتلاله لجنوب لبنان، عم نحكي ب 2006، عم نحكي بحروب غزة، عم نحكي الآن بحرب غزة لسنة، عم نحكي الآن بحرب لبنان بهالشهر الأخير. في شيء واحد قوي فيه الجيش الإسرائيلي هو سلاح الجو واستخدامه ضد المدنيين، وبس طلعت له قوة قادرة أن تقيم توازن ناري مثل ما عمل حزب الله مع حيفا، ومثل ما بلش يوحي بأنه قادر أن يفعل مع تل أبيب، بلش يتلعثم، بلش يرتبك. مش كرم أخلاق هو كان موقف عن الضاحية وبيروت، ولا الأمريكاني ضاغط عليه. كذبة بتتصدق إنه الأمريكاني ضاغط عليه؟ ليش بده يضغط عليه الأمريكي؟ يضغط عليه في غزة ما يحرق الخيم والناس فيها. هو بيبيع القصة إنه بسبب ضغط أمريكي عندما يريد أن له مصلحة. شو المصلحة؟ انه الامريكي يعمل معنا مفاوضه حيفا قابيل الضاحيه وبيروت. قالت له المقاومه لا، حيفا ايدك اللي بتوجعك رح ضل غز السكين فيها حتى تقبل وقف اطلاق نار بكل الجبهه. هلا فنحن الان في مرحله مختلفه، هلا رح نحكي عنها على كل حال. وبالتالي اذا هاي اللي انا قصدت يعني اني اقول، لانه قريت هذه الاسئله فاحببت ان اجيب عليها قبل أن أدخل إلى قراءة المونشات ومن ثم الخفايا والكواليس، وبعدين نروح على التحليل مثل ما عم نعمل كل يوم. الاستخبارات الأمريكية قوية، حدا سألني عن الاستخبارات القوية، لا، الاستخبارات الإسرائيلية لو كانت قوية هي والأمريكية سوا لعرفوا الطوفان قبل أن يحدث، ولعرفوا أسرار الجبهة في الجنوب ومنصات إطلاق الصواريخ، هي القوة الاستخبارية، ولعرفوا أن إيران في دائرة الرد القوي على يا أستاذ فريد فواز الله يوفقك، شو لي هالمطولة، ترك مجال للناس، أنت صديق وعزيز بس نحن متفقين بنحط سطر سطرين 3 أسطر، يعني مش محل نشر مقالات هون، المقالات محل الفيسبوك يعني رجاء. استاذ فريد شيلة انت يعني اذا سمحت. على كل حال، فاذا نحن اذا عم نناقش الاستخبارات، هي قوة الاستخبارات، هو متفوق تكنولوجيا،
يعني العمل الاستخباري الذي يمكن للتكنولوجيا أن توصل إليه، كشف شبكة الاتصالات، المعلومات، التتبع الحراري، تتبع الأنفاق تحت الأرض بحدود ما هو متاح في المناطق المدينية الساحلية مثل حالة بيروت والضاحية اللي ما فيك تنزل فيها غميقة عميقا، يعني بس تنزل على منطقة أغمق من الأربعين متر بيطلع لك ماء، فبالتالي بينما حيث في بطون الجبال ما قدر يوصل. فإذا هون هو تفوق تكنولوجي، أقمار صناعية، تتبع معلوماتي، تتبع حراري، أجهزة اتصالات. أما استخبارات بمعنى أنه يخترق البنى القيادية ويحصل منها على المعلومات، بدي أعيدها للمرة العاشرة، اللي قادر يخترق البنية القيادية لحماس كان يجب أن يعلم أن الطوفان آت، لأنه هذا تقرير لما بيجي من جاسوس بالأرض بالشارع بيقول له عم نشوف في حركة غير عادية لحماس بيرميه المخبر، بس لما عنده مسؤول قيادي بحماس بيبعت له أنه في معلومات أكيدة خلال يومين ثلاثة أربعة في عملية كبرى على إسرائيل، بيجمعوا مجلس وزاري لمناقشتها، ولما عنده عضو قيادي بحزب الله بيقول له قبل ما تعطيني معلومات عن أين مكان السيد حسن أعطيني شو في على الجبهة الأمامية، بدنا نعرف هاي منصات الإطلاق كيف نسقطها، لأن القضية أولا وأخيرا أن نقول للرأي العام الإسرائيلي أنه وقفنا إطلاق الصواريخ على الشمال. لليوم ما قادر يوقف، بل يتسع ويكبر عددا ويزداد نوعا. هذا ما عنده، اللي عنده اختراق على مستوى قيادي بإيران على الأقل مثل ما سبق وقلت في ألف واحد عرفوا وقت قرار إطلاق الصواريخ ونصب الصواريخ وإخراجها من مستودعاتها وتوزيعها على نقاط الإطلاق، لا هو ولا الأمريكي عرفوا، الأمريكي عرف قبل ساعات من صور الأقمار الصناعية. وبالتالي لا، أنا بقول قوة نارية وقوة تكنولوجية، والقوة التكنولوجية ليست له رغم عنده شركات وعنده يعني قدرة، لكن هذا النوع من التفوق التكنولوجي واضح أنه لا يزال أمريكيا. الدليل أنه القائدين اللي استعملت عليهم هذه القوة التكنولوجية اللي هم فؤاد شكر وإبراهيم عقيل ومن ثم سماحة السيد مطلوبين للأمريكان، اللي مطلوب للإسرائيلي عم نشوفه بيركض وراهم محل لمحل، مرة بيصيب مرة ما بيصيب، يعني واضح أنه حدود القدرة التكنولوجية الإسرائيلية أدنى مرتبة بكثير من الحدود الأمريكية. وبالتالي هي حدود تفوق إسرائيل، مؤلمة نعم وموجعة نعم، لكنها لا تربح حربا. الذي يربح حربا هو القدرة على التقدم في البر، حطوها براسكم هذه، القدرة البرية، وتقدمت في البر عليك أن تضمن السيطرة. بغزة تقدم في البر لكنه فشل في ضمان السيطرة ولا يزال، بجنوب لبنان يفشل في مبدأ التقدم بالبر. وبالتالي إذا هاي المجتمعات وين بتبين قوتها؟ بالروح المعنوية التي تمنحها لجيشها، بيجوا الجنود بروح مختلفة للقتال، في مسألة منازلة الأرواح اللي بتتم عبر جبهات القتال، واضح من هو الروح المعنوية المتفوقة. مقاتل حماس اللي بيحط العبوة تحت الدبابة وهم يختبئون في داخلها، ومقاتل حزب الله الذي يأتيهم من الخلف، بيكونوا فكروا حالهم متقدمين وإذ يفاجؤون به يأتي من الخلف. هاي هنا تتقابل الأرواح، ولما بيكون الأرواح متساوية في القدرة النارية بالميدان ما بيعود الطيران له قيمة، هو معه دبابة وانت معك دبابة، هو معه رشاش انت معك رشاش، هو مجهز انت مجهز، شوفوا شو عم بصير ملاحم في الجنوب وشو عم يعملوا فيهم للجنود الإسرائيليين. وبالتالي إذا وهي أول مرة بالعالم العربي بتصير، أول مرة العربي بيملكوا قوة من هذا النوع، أول مرة. وعم بحكي عن غزة وعن جنوب لبنان، مش بس عن الجنوب، الجنوب وضعه أفضل لأنه وضعه أفضل، لأنه تضاريسه أفضل، لأن عمقه هو حجمه أكبر، امتداده مفتوح، خط إمداده مفتوح، مخزونه ضخم، نوعية الأسلحة التي تسنى له تجميعها والتدرب عليها وإتقان استخدامها متقدمة أكثر. وبالتالي كان على حماس أن تصمد في منع السيطرة، أن تكسر هذه الكذبة في أن هذا الجيش قادر أن يسيطر إذا احتل، قالت فشلتم خسرتم لن تسيطروا، الآن الجنوب يقول خسرتم لن تدخلوا. وبالتالي إسقاط القدرة الإسرائيلية على السيطرة ثم إسقاط القدرة الإسرائيلية على التقدم، ومعها هلأ إسقاط القدرة النارية على الإرهاب بموازاتها بقدرة نارية مشابهة، والقول للمستوطنين تدعمون جيشكم ليفعل ما يفعل في مدنيين وأحيائهم ومدنهم، حسنا
تلقوا مثلها إذن، إليكم مثلها، وبالتالي حيفا كريات شمونة، ها هي المعادلة الآن. تريدون حيفا مثل كريات شمونة؟ تكرم عيونكم، شوفوا الضاحية، شوفوا بيروت، شوفوا البقاع، شوفوا الجنوب. وبالتالي نحن هنا في هذه المنطقة الآن، منطقة التوازن الناري والتفوق البري.